دقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغم حب وهمزة روح دقات قلب تقول شو فيها عشان شمعتنا دي تيد بيدك وإيديا ندريها يا خويا يا ابن عشم ولا بويا ولا دمي ولا حمي علشان شمعتنا دي تيد بيدك وإيديا ندريها أمير، أمير ليش متورط معكم؟ شو مخبين أنتو الثلاثة، أنت وميرا وأمير؟ احكي لك احكي ليكي فاتن، إذا ما رح تحكي وبدك تضلي مخبي علي أنت وبنتك اللي رح تنضروا، أنا ما بينوبني شي؟ سامي حاجتة حيوان، عمول اللي قلت لك عنه خلاص بدي أتحيوان وبدي طلع الانيمال جواتي. ديروا بالكن اوعى تلعبوا معي، قسما بالله بخرب كل شي اذا حسيت انكن عم تضحكوا علي او حسيت انو النصب اللي بدكن تنصبوها رح يطلع لي منها اقل بكتير من حجمها. ساعتها بتعرف شو رح ساوي؟ رح خلي الجمل كله يوقع بما حمل، وفهمك كافي. كنت بدي اجيب لك معي جرن لحتى تحطي الحزن بالجرن، بس ما لقيت جرن يوسع هالحزن كله وفتلت باريس كلها ما كنت لاقي. طلع لبرا. على فكرة ماما فاتن، يا فاتن طلبت مني كتير كون رومانسي وحنون معك، قلت لها انك عم تنطحي وترفسي بس ما صدقتني. عم قلك اطلع لبرا.
وليش بدك يعني اطلع لبرا؟ بالعكس القعده هون حلوه. اطلع لبرا. بدك كل حيواني ودي. لو بتعرفي شو بعرف ما كنت تجرأتي ورفعتيها بوشي. عم تفهمي؟ ال 300 مليون كتير حلوين، بس هدول ما بيطلعوا شيء قدام ثروه ولاده لنوح. انت شو عم تحكي؟ انت شو عم تخبص بالحكي؟ حبيبتي صرت بعرف كل شيء، بعرف انك مانك بنته لفريد نوح، فهمتي؟ تعديش بقى تبصيلي البصات دي، مرة عايزة تشتغلي ومرة مش عايزة تشتغلي، حيرانة في نفسك مش عارفة تعملي ايه. يا سارة أنا ما بقدر أعمل هيك مع حالي، بتعرفي إذا بيضرب بتنخرب حياتي فوقاني تحتاني، وأنا بصراحة ماني حاسة إنه هذا الشيء مستاهل إني أخرب بيتي. طب يا أختي خلص خلص خلص، اعملي اللي أنت عايزاه، أنت حرة. ليش هيك عم تحاكيني بهالطريقة؟ لأنه بصي لنفسك بقيتي عاملة إزاي؟ عاملة زي العواجيز، مسلمة نفسك كده للأمر الواقع ليه؟ طيب شرفي هاتي اعطيني اقتراحاتك، شو ممكن اعمل مثلا؟ اقتراحاتي ان انت تعملي اللي في دماغك، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. هذا رايك؟ والله ماني عارفاني اذا صح ولا غلط. صح. انت بتعرفي وين حيودينا هالحيوان اللي جبتيه بجنانه؟ حبيبتي سامي ما بيخوف، طالما عم ياخذ مصاري تمه رح يضل مسكر. بس هلا الان نصبه اللي بحياته كلها عم يحلم فيها. لك انت شو بس انت؟ قولي لي انت شو من اول يوم بحياتي وانت عم تخربي لي اياها؟ ليش؟ روقي روقي، انت طلبت ساعدك. ما طلبت منك شيء، ما بدي منك شيء. انا ما طلبت منك شيء ماما، انا اجيت لعندك بس لحتى تسمعيني. مش مزبوط ميرا، انت طلبت ساعدك وبالعلامه كنا قاعدين تحت وقلت لك روقي ورح رجع لك نور. رح ترجعي لي نور؟ كيف رح ترجعي لي اياه؟ كيف؟ إذا المصاري ورح تروح علينا من ورا هالحيوان، ونور كل يوم عم يكرهني أكتر. ماما اليوم قلعني من المكتب لك. أنت كيف عم تفكري؟ حبيبتي نور عم بيكرهك بكل الأحوال، إن كان في سامي ولا ما في سامي. لا ماما لا، نور ما كان بيكرهني، هلأ صار عم يكرهني من ورا قصة سامي. أنت كيف بتفكري؟ لك فسريلي، أنا ما عم بفهم راسك. شو في براسك؟ ميرا تقبريني هدي شوي، نور هلأ عم يكرهك لأنه مش عم بيستوعب القصة، بس بكرة شوي شوي رح يصير يغار عليكي، وبس يغار عليكي بيصير بده ياكي، ساعتها أنت بتبعتي سامي وإذا بدك بترجعي لنور. ولساتك عم بتقولي إذا بدك؟ لك ماما ماما أنا بحبه لنور. لك ارحميني وفهميني بقى، من أول يوم ما شفته أنا عشقانته لهالزلمة، ليه ما بدك تفهمي؟ بس بحذرك، إذا هالحيوان فتح تمه بحرف غضب الله بده ينزل عليكي ولحالك. بعد خلص خلص. مش من حقك تقلقاني من المكتب من غير ما تعطيني فرصة اني احكي. شوفي انا مش على بالي احكي مع حدا، تفضلي يلا. طب مش على بالك على الاقل تعرف شو صار؟ لا ما بدي. نور نور انت مستحيل كنت تحبني وتقلب هيك فجأة. لو كنت عن جد بتحبني كنت على الأقل عطيتني فرصة إني دافع عن حالي. أنا والله العظيم ما كنت عارفاني إنه سامي جاي، بشو بدي أحلف لك؟ طيب الحمد لله على السلامة، ليكو إجا خلصنا. لك ما خلصنا ما خلصنا. شوفي لقلك شغل، أنا أكتر شي بيهمني إمتى رح ينقلع، إمتى رح يمشي من هذا البيت، هاد بس اللي بيهمني. كأنك ناسي إنه في بيناتنا عقد، وإنه هذا البيت بيتي أنا كمان، وبيحق لي عيش فيه مثلي مثل كل أصحابه الموجودين، أوكي؟ وما بيحق لك تحكي معي ولا كلمة. حلوة لقلبي، حلوة. طيب هاد بيتك وما بيحق لنا نحكي، رح لاقي له حل، رح لاقي له حل هذا الموضوع. مرحبا. أهلا، كيفك؟ كيفك؟
المحروسة الحلوة إلك؟ يا ريت والله، هاي لمعلمي نور. هات المفاتيح لإلك، خليني اطلع لي فيها مشوارك حوالين الفيلا وشوف البلد شوي. ها ما فيني. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا أبو أمين. أنا جوزة لميرة. ها؟ ست ميرة؟ بس على حد علمي يعني ست ميرة ما أنا متجوزة. معناها حد علمك ما بيعرف شيء. هات لألا خليني اطلع هالمشوار. يلا. لا بدك تهدي شوي حزير. شو انت سلخت ماشي بعدين منيحة يعني بتنشط دورتك الدموية بتنبسط. هاي صعبة مالك فيها. تماشي يحرق حريشك ودمك خفيف. تماشي بهالشمس. هات المفاتيح لألا. لك هات المفاتيح. شو عم بيصير هون؟ قال بده ياخذ مفتاح السيارة. بدنا نطلع لنا نتمشى لنا شوي نتعرف على البلد نعملنا جولة حوالين الفيلا. وين المشكلة؟ اعطيني المفتاح. ست ميرا ما فيني اعطيه مفتاح. هي لمعلم نوم مأمني فيها. انت من عقلك عم تحكي هذا المفتاح؟ ما فيني ما بقدر. لك يا بني ادم افهم اعطيني المفتاح. بعدين ما تنسى انه هذا كله لإلي. الشبر اللي انت واقف فيه هلا لإلي، اوكي؟ اذا بدك تحافظ على مستقبلك على شغلك بدك تسمع مني الكلمه. هات لك هات. يلا ميرسي. روح شوف شغلك. تفضلي تفضلي. يا ست ميرا بس موفق. بس ديروا بالكم دايرين بالنا لا تخاف. هات يا المفتاح خليني اطلع اعمل لي مشوار. والله لا تكون صدقت انت الثاني. صدقت شو؟ اطلع بدي احكي معك كلمتين. يلا شاو حبيبنا. بس ديري بالك. صار فعلا الموضوع حمل تقيل. لازم تلاقي لي حل. مفروض تلاقي لي مخرج قانوني، مخرج مرتب مو مرتب. مفروض تلاقي حل لهي القصة ضروري. ايه ميار. الو؟ علي معلم نور؟ معلم والله ما بعرف شو بدي اقول لك بس اجت الست ميرا هي وهذا الطويل جقل الأكاديمية أخذوا السيارة مني غصبا عني والله. شو؟ لك أنت شلون تخليها تاخذها؟ ها؟ أجدب أنت شي؟ أنا صرت قايل ألف مرة سياراتي ما حدا ياخذها. خلاص 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 الحق علي أنا اللي أمنت فيك. يلا 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 تفضل. يلا عن إذنك سيد نور في حدا قادر أساعد بيها؟ لا لا يسلم إيديك نتواصل بعدين. تفضل. تخي جولي تخي تخي جولي. بلد حلوة كتير طير العقل. أنا محلك ما بطلع من هالبلد لو على قطع رقبتي. بس أنت يا تخي 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 جولي منك محلي، أوكي؟ أنت عم تشتغل عادي يعني لازم تنفذ اللي عم قلك إياه وبالحرف الواحد. مظبوط معك حق. طالما اتفقنا أنا وياكي ما في مشكلة بنفذ اللي بتقولي لي عليه وانا تحت امرك. هاتي لشوف اعطيني التعليمات. بدك تتقرب مني قدام نور يعني لازم تخليه يغار علي بس ما تكتر لاني بعرفك اوفر. مظبوط انا اوفر كتير على فكره. حاضر رح اتقرب منك ودللك ودلعك ودير بالي عليكي ورح اخذك بالاحضان كمان. بس ما تكتر عم قلك بس تحسه غار كتير بتخفف. حاضر بخفف بضرب فراق. تكرم عينك طالما رح اقبض مليون دولار انا من ايدك هي لايدك هي. المهم هلا وقفي لنا على اليمين وضربي انت الفرام لحتى سوق عنك. ما حلوه انت ليدي. الله لا يوفقك يا ماما. حرام لا تدعي علي اخطائي. يلا تعي محلي. لك شو ناطره؟ يلا الحمد لله على السلامة. شو هالمشوار الحلو هاد؟ إن شاء الله انبسطت.
نشط الدورة الدموية حسب نصيحتك. نسيت. ممتاز ممتاز. حضرتك اللي سايق. حلو حلو. حضرتك ما بتعرفي انه ما في حدا بالعالم بيقرب على سياراتي؟ انت وحدة تافهة وقليلة ذوق. احترم نفسك ولا تحكي مع مرتي بهالطريقة ابدا. ها بالله عن جد هي مرتك؟ بعدهم مدام انا عن جد. كل شيء لمعلمي. ها فهم. تعال 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 يا رجاع، مو محرز تزفر ايديك فيه. بتجيب اي حدا من هدول يغسل السيارة من برا وينظف لي اياها من جوا، فيها يعقم لي اياها تعقيم الازرار والكرسي والدركسيون والتابلو. بامرك معلم. بدي اياها تعقم من هالقرف. بعد هيك بعد. يخرب بيته شو سوفاج. هو سوفاج بس انت تستاهل. بستاهل بستاهل. المهم الضربة هاي ما بتمر هيك. مو بلوشي بدي اقبض حقها. لا عم شو واطي، طول عمرك هيك ما رح تتغير. بيتكن على هالعيلة شي بيقوي. انه اذا بدك تخبي علي ليه ندهتي لي؟ لا ماشي، بس هيك كنت عم جرب خلص كم شغله قبل ما. قبل ما شو؟ ولا شيء ولا شيء. لهي بلشت تخرفي مثل بيك. خلينا اوصل لعمرك وبعدين اخرف قد ما بدي. ايه عجبك. شو كان بدك مني؟ بابا قصتكم انت والماما طولت كرمالها عم بتصير ابشع. انا ما راح في اترككم وامشي وانتم بهيدي الحاله. تمشي لوين؟ لا الهيئه في جوازه قريبه. بابا انا وامك نسينا، شلينا من بالك. أنا تجوزتها لأمك مشان يهدى بالي. هلا صرنا بالاسم متجوزين. تجوزنا وشقينا وتعبنا و فلحت علي لحتى تأمن الحياة اللي بدها إياها، وأنا كنت قبلان ما كان عندي مانع. بس هلا خلص ما بقى فيني أحمل. ما بقى في شيء يجمعنا بابا. لا انا بحب الاشياء اللي هي بتحبها، ولا هي طايقه الارض اللي انا بمشي عليها. من شان هيك خلي الوضع مثل ما هو، خليها مستوره. فيني شوف شو برافو عليك برافو عليك. هلا بلشت تشتغل كتير مزبوط، بس كل ما زادت العيار كل ما صارت طلعتكم من البيت اسرع. انا بيساعدني يكون عند حسن ظنك شغال، بس عندي ملحوظه صغيره حابب اقول لك اياها. انا ملاحظ إنه مو كلكن عم تشتغلوا لنفس النقطة ونفس الهدف. في غيركن حدا كأنه مكوع وعم يشتغل عكس خط السير. أكيد مو كلياتنا عم نشتغل لنفس الشيء. بس قلي يعني أنت دائما في ورا كلامك شيء حابب تقوله. قلي كون صريح معي، شو قصدك؟ ميرا يا جكل،
ميرا عم تلعب براني، الظاهر بعد ما عرفت إن ما لا بنته لفريد نوح، حابة تلف عليه لنور لحتى تلهط حصة أكبر بكتير من اللي ممكن يطلع لها. إيه هذا شيء ماله جديد، هذا صاحي له وعيله أنا من زمان، بس كأنه هلأ في موال تاني براسة حابة تغني. أنت مين لك هذا الحكي؟ هي بدون ما تقلي أنا عم دقدس من تحت لتحت، لا تخاف سامي. قلك شغلي وياريت تصدقني فيها. تفضل. أنا حبيتك من قلبي من أول ما شفتك، شعور متبادل وحياتك. لا عن جد أنا بحب القبضايات واللي بيعرفوا مصلحتهم كتير منيح. كمل شغلك على الموضوع ومثل ما لنا متفقين. هاني بدي روح لعند بابا مشان ساعده بالحسابات. اوكي يا قلبي، بس رح اتأخر شوي، حابة اقعد انا وياه ونحكي ونتعشى سوا. ماشي حبيبتي، بس بعد ما تخلصي كلميني وانا اجي اخدك. ها لا ما في داعي، بخليه هو يوصلني من روح تمشاي، من زمان ما طلع حرام، يعني لا عم يطلع ولا عم بفوت، مقضيه من الاوتيل للمطعم. ما طول عمري كده، ايه الجديد يعني؟ لا حبيبي كيف طول عمره هيك، بالعكس انا متعوده دائما انه مشي مرتين بالاسبوع، حرام ما بيطلع ولا عم بفوت. بدك شيء؟ بحبك كثير، يلا باي. ولك انت يا بني ادم يا فهيم، ما بتعرف تضبوا للسانك الطويل؟ لساني لحاله بيطلع لما يصير معي نقص عمله بالدم، كل ما تنزل نسبه العمله بالدم معي لساني لحاله هيك بيطلع. وجربي شي مره تعبي لي جيبتي شوفي كيف لحاله هيك بيرجع بفوت. بعدين النمر اللي مثل امير بحب هيك اقرصه مشان ما كتير تتفرعن، لازم بين فترة وفترة حسسه انه صغير. ما شاء الله قديشك كبير. لا 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 ماني كبير، بعرف حالي منيح وبعرف حجمي منيح، بس ما بحب حدا يستهبلني، لا انتي ولا امير. انا ما عم بستهبلك سامي، انا بس عم قلك شو بدي. كذابي تترترت كذابي تترترت يخرب بيتك شو كذابي. لكن فكرتيني اهبل، جايبيني من فرنسا مشان انصب، بدك تستهبليني وتضحكي علي؟ ولك انت عم تقربي منه وعم تزيدي قربك منه لحتى تلهفي منه اكثر شيء ممكن يطلع لك. مو عجبتك حصتك، بدك تاكلي اكثر. ولك هذا الزلمي كان مستعد يحط كل المصاري اللي معه مشان نفسخ العقد، وانا ما قبلت. بوكو با بوكو با بس كجولام، لانه بحبه. ليش ما عم تستوعبوا انه انا ممكن احب مثلي مثل اي بنت، عندي قلب وبيدق وبحبه لنور. اللي بيحب التاني ما بيخدعه، ما بيستعين بحدا لينصب عليه، اللي بيحب التاني بيواجهه بيقول له الحقيقة مهما كانت قاسية. بس انتي ما بتحبي. لا انا بحبه، ولو كان عندي امل 1% انه بيسامحني كنت رحت قلت له كل الحقيقة ومن زمان. طيب شو رح تعملي بس يخلص العقد؟ شو بعرفني؟ ما بعرف الا ما يصير شي بهالدنيا كلها، أو ممكن تنزل معجزة من عند الله، شو بعرفنا. كذابي تترترت كذابي. شو بك؟
مالي قادرة نتحمل أكتر من هيك، مالي طايق ارجع وشوفهم بالبيت، حاسهم هيك حاطيني براسهم، حاطين حطاطي قصداً، عم يكسروا لي راسي. يا نور رؤى، دخلك مش أمير كان مقترح إنه يدفع لهم مبلغ مصاري كبير وهيك تفسخوا الكونترا؟ ورفضت. طب أنت طنشهم؟ ما عم بقدر. هداك متعلق فيها. ما تتضايق من حكيه. بس إذا بعدك متعلق فيها من الضروري تكون هلأ متضايق، إنه بضل في شوية غيري هيك بقلبه للواحد خصوص الرجال. ماريا في فرق كبير، أنا اللي حاسه مو غيرة، أنا حاس إنه انضحك علي بكل شيء. يعني بعدها بتهمك؟ شو؟ ماريا يعني مو كل ما بدي احكي شغلة ولا اقول شغلة ولا احكي هم ولا انطق باي حرف تقلي لي ميرا وقصص ميرا وحب ميرا ومدري شو، انا جاي فضفضلك، جاي احكي لك همي، تقومي هيك بتعملي؟ خلص بعتذر، معك حق. هلا انا ما كنت بدي افتح السيرة، قلت لا نقعد هيك على رواق انا وانتي ونحكي شو القصة. ولا يهمك احكي. يعني عم تقلي لي بدك تغيري وظيفتك ليش؟ قلت لك رايحة على شغل تاني وعلى بنك تاني. طب شو اللي قلب عقلك؟ عم تشتغلي ببنك أبو ظبي تجاري براتب ما حدا بيحلم فيه، شو اللي تغير؟ أنا ما فيي ضل بشغل واحد لفترة طويلة، بحس حالي بإقامة جبرية. يعني أنا لازم غير المكتب، البيت، وأهم شي الوجوه. بالله شو؟ يعني ضاق خلقك مننا أنسة هنا؟ القصة مو فيك، وانتي بتعرفي أنا قد بعزك ولطمنك كمان إنه نحن رح نضل نشوف بعض، بس كل القصة إنه أنا لازم غير. بس هاي البلد كتير مريحة، ثلاث أرباع الناس يلي بيشتغلوا فيها خلص بيستقروا هون لدرجة إنه بينسوا حالهم. معلش أنا أسفة، بس إحنا خلاص لست أورك، حضرتكم تحبوا تطلبوا حاجة تانية؟ لا نحن أصلا ما. طيب خلاص تحت أمر حبيبتي. ميرسي. شكرا. كيف بس؟ ما بعرف شيء، هبتك كل شوي تكلم. كيف بس خلص؟ جو وطي صوتك. هاي كيف عم ليش هيك عم بجرق؟ ليش عم بعيط شباب؟ هلا هذا كأنه واحد من ولاده لفريد نوح. ولاد فريد نوح؟ ليش انت بتعرفيهم؟ هلا اللي بيتعاملوا معنا هم نور وامير، بس هذا ما عم بتذكر اسمه. شو بدي اقول لك؟ شو بتعرفي عن ولاد فريد نوح؟ انت هلا بدك تعرفي؟ مالك شايفه انه رح يقلعونا وبدهم يسكروا؟ خلينا نقوم نحكي لك على الطريق. يلا. هاني انا اسفه. لك مشان الله شوي شوي شباك. والله العظيم ما كان قصدي، انا ما فكرت اني انا عم بغلط بحقك، انا اسفه بس اسمعني شوي. هاني شوي شوي شباك. هاني حبيبي والله العظيم انا مو قصدي. انا بس انت كدابه، عارفه ليه كدابه؟ عشان عملت حاجه غير اللي احنا اتفقنا عليها. بس اسمعني شوي، ان شاء الله شوي شوي. هاني حبيبي كرمال الله، هاني ان شاء الله. بس اللي سويته مو مسخرة هاني. طبعا مسخرة، وستي مسخرة، وانت اللي كنت تتكلمي كمان. يا هاني يا حبيبي انا اللي سويته مشاني، مو مشان المصاري، مشان احس بحالي، مشان احس بوجودي، ما بدي يكون صفر على الشمال. بعدين انا ما جوزتك مشان برستيجك، انا جوزتك لاني بحبك مو لانك ابن فريد نوح. اي كلام، كل اللي انت بتقوليه ده اي كلام. لو عايزه تشتغلي شغلانه محترمه تقولي لي وانا شغلك، وبعدين انا جوزك ليا كلمه عليكي، ولا اقوله هو اللي هيحصل، فاهمه ولا لا؟ بس انا مثلي مثلك، انا ما بينقصني شيء، ليه مستقلفيني هاني؟ بعدين شوف حالك شو عملت، بس اشرت لك الست يسرى رحت عم تركض بايديك ورجليك، لا فكرت فيني ولا سالت عني، هذا شو بيكون اسمه فيني افهم؟ بعدين حتى لو طلبت منك قلت لك لا تساعدها بموضوع اللوحات، كنت رح ترد علي؟ طبعا لا، لانه انت قلت كل شيء حلال وانا كل شيء اللي حرام. روح شوفها شو كاتبه على الفيسبوك، رام منيح وراجع حالك بعدين تعال راجعني. سلام. مازن تعالي. طيب تعالي.
ماريا مام، سوري حبيبتي اضطريت رد لانه ضلوا يدق طواشني. طلع الدكتور. اي دكتور؟ دكتور ناجي قال عم بيتصل ليطمن عليكي. اه والله وشو بده؟ ما بعرف، ما قال لي شيء، بس هيك. شو بك؟ لا حبيبتي ما بني شيء، بس انه طول عمري بشوف دكاتره وحكمة ولا مره حدا منهم اتصل ليطمن علي، فليش هيدا بالذات بده يتصل ويطمن عليكي؟ شو بعرفني؟ يعني مش من اللي بفكري منه؟ مش من اللي بفكرك منه. فهمت، يعني عم ترجعي انت ونور كمان. هيدي ما حذرتيها. يي مامي، ما عم بفهم عليكي، يعني لا عم ترجعي انت ونور ولا ماشي حالك مع الدكتور، شو القصة؟ ما بصير تضلك لوحدك هيك. تتدبر ما تعتلي. ممكن افهم اللي انت كاتباه على الالبوم ده؟ البوم ايه؟ الالبوم اللي على الفيسبوك. ياه ده انت بقالك كتير قوي يعني ما كلمتنيش. ولما افتكرت تكلمني بتقولي ايه اللي انت كاتباه ده على الفيسبوك؟ عموما انا بكتب اللي بحس بيه مش اكتر، ولو مش عاجبك انا ممكن اشيله. يا ريت تشيليه بقى، لان انت كده بتعملي مشكله مع مراتي وبتورطيني معاها. انا عايزه افهم ايه الورطه اللي انا حطيتك فيها بالظبط. طبعا ورطه. وبعدين عايز اسالك على حاجه، انت ليه حاطه مثلا عندك على الفيسبوك؟ ليه حاطه في الفريندز بتوعك؟ عايز تعملي مشكله معاها يعني ولا ايه؟ انت مجنون يا هاني، انت ازاي بتفكر كده؟ يا ستي اعتبريني مجنون بقى دلوقتي حالا، يا تشيلي الالبوم ده يا تشيلينا انا ومثلا من الفريندز بتوعك، فاهمه ولا لا؟ ميرسي يا هاني على المكالمه اللطيفه دي. أنا هشيلك وهشيل مهسة. مع السلامة. أنا أسفة يا مهسة، أسفة بجد والله ما كانش قصدي، أنا اللي شجعتك. حبيبتي أنت مالك علاقة، أنا وياه في شيء بيناتنا ما عاد زبط. لك يا مخلوقة متعامل معي على إني عبدة، ما في جنس الاحترام. هو لازم يجي لعندي ويعتذر مني على الساوة. خلاص اهدي، انا معاك في اللي انت بتقوليه، بس احنا برضه لازم نعتذر للراجل على الكذبه اللي احنا كسبناها، مش حلوه في حقه. ساره انا وياه مو هي المشكله بيناتنا، المشكله باني انا حبيته، انا تزوجته لاني بحبه وكان بدي رجال يحترمني، بس هو عم يتعامل معي بطريقه خلاني كذب عليه. انا ما بدي هيك، ماني عارفانه شو بدي اعمل ولا شو بدي ساوي، يعني لازم ضل معه ولا لازم اتركه؟ خليه، شو لازم ساوي ساره؟ انت اهدي بس دلوقتي وربنا ان شاء الله ما يجيب غير الخير. ان شاء الله. يعني من وين لوين لحتى تغير رأيها؟ ما عم بفهم أنا، يعني على أساس أنه ما بتكسر كلمة جوزها أبداً، شو اللي صار؟ عشان هي بكل بساطة عايزة يكون ليها حياة منفصلة عن جوزها، عايزة تعمل حاجة تقرر. بونجور، كيفك سارة؟ شلونك رفيق؟ أهلين أمير، شو أخباركم؟ إكسكيوز مي بليز، والله تي بليز، طمني عنك كيف الشغل؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ انا ممتاز الحمد لله. تمام. ايه ساره، كيف شغلك؟ منيح الحمد لله. ايه الحمد لله تمام. جبت لك هدول بس لحتى تشوفيهم. ايه ده؟ انجليزيتك مو منيحه، اقري. هذا شهاده ميلاد زين، وهون
لحظة وين؟ هي اسمي. أمير، أنت إن شاء الله مفكر إنه بهالكم ورقة هدلهم بصير الولد ابنك؟ لا مالي مفكر. هالكم ورقة اللي مو عاجبينك هدول بيثبتوا إنه زين ابني. قتلت حالها على ما سجل الولد باسمي. بعدين بليز بليز رفيق، انت خليك بحالك، لا تتدخل بهذا الموضوع. لا هو يقول اللي هو عايزه. ممكن تقول لي ايه اللي يريحك بالظبط؟ عايز تاخذ الولد من حضني ليه؟ لا مو هيك الموضوع، انا بقدر احساسك يعني كأم، بس بصراحه يعني انا ما بيشرفني ابدا انه تكون ام ابني شغله هو وشاي. معلش اسمحي لي. يا اخي ارحم بقى. ارحم شوية عشان ربنا يرحمك. لك انت يا رجل ما بتستحي، عم تحاربها بابنها؟ لا ما بستحي، ما بستحي رفيق لما بكون على حق. بعدين برجع بقلك خليك بحالك رفيق. ايه سارة، انت يلي بلشتي وانت اللي رح تدفعي الثمن، ماشي؟ والا هو السيرفس عندك صايرة سيئة كتير. ما تواخذنا بليز، ميك ات تيك اواي. شو عم تسوي يا امير؟ خذهم خذهم، عيب عليك، خذهم. حاضر يلا باي باي. على فكره لا تاكل يا امو، هذا واحد بس ببعبع. الحضانه الك، انت امه للولد، وبكره بتشوفي. بيقدر بيقدر يا رب يا رب. نور، أنا ناطرة منك اعتذار، على الأقل مني. سامي حابب يعزمك على العشاء، يعني ما بده يضل الجو هيك موتر بيناتكم. حلو، الجو رح يضل هيك وعلى أضرب من هيك لحد ما يطلع من بيتي، فهماني؟ أنت ليش عم تعمل هيك؟ أنت لما تركتني ورجعت لماريا ما عملت ربع اللي أنت عم تعمله هلأ معي. أنت أكذب وحدة بالعالم، بالعالم كله. أنا ما كذبت عليك. امبلا كذابة ولساتك عم تكذبي. أنا مظلومة نور. مظلومة؟ لك شو فكرتيني أجدب؟ شو مظلومة؟ قولي لي شوف. نور أنا لسه بحبك. ولا يوم خف هالحب بقلبي. يا خويا يا ابني مش أمي ولا أبويا ولا دمي ولحمي.
عشان شمعتنا بتقيل ايدك وايديا ندريها. يا اخويا يا ابني مش امي ولا ابويا ولا دمي ولحمي علشان شمعتنا.